تحييد محافظة الحديدة ومينائها عن أي صراع وإدارته عبر لجنة يتم الإشراف عليها دولياً بما يضمن تسخير إيراداته لتسليم رواتب موظفي الدولة والبدء في إجراءات بناء الثقة بين الأطراف. كان هذا هو جزء من المقترح الأخير الذي عرضه ولد الشيخ كخطوة في طريق التقدم نحو إعادة المسار السياسي. ترتيب الوضع في الحديدة فور انسحاب المسلحين الحوثيين لاقى قبولاً من الطرف الحكومي، بينما وجد سخطاً ورفضاً كبيرين من قبل الميليشيا باعتبار الميناء أهم أوراق تحالف الانقلاب فيما يخص وصول الأسلحة واستخدامه لأغراض عسكرية. ولد الشيخ وفي سياق تحركاته لإعادة المسار المتعثر أطلع وزير الخارجية المصري على مبادرته بشأن ميناء الحديدة بشقيها العسكري والاقتصادي، مؤكدا أن معالجة الوضع في الحديدة تمثل خطوة هامة على طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم العودة لعقد جولة جديدة من المشاورات. المبادرة الأممية للحل الذي تسرب جزء منها نصت على توزيع رواتب موظفي الدولة في مختلف المحافظات، وكذا إنشاء صندوق مستقل لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل الواردات الغذائية، بالإضافة إلى إجراءات عسكرية متعلقة بانسحاب الجماعة المسلحة من المناطق التي تسيطر عليها. هذه التحركات وإن لم تأتي بجديد فيما يخص التراتبية الأممية للحل في اليمن، إلا أنها ومن حيث الدعم الدولي والإقليمي كان لها قبول كبير بعد أن أكدت الجامعة العربية دعمها لتحركات ولد الشيخ وضرورة تسوية الأزمة وفقاً للمرجعيات وقرارات مجلس الأمن. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أيضاً أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بحلحلة المسار السياسي أو العمل على تحسين الأوضاع المعيشية المتفاقمة. هو توجه إقليمي ودولي آخر لإعادة المسار السياسي ومحاولة إيجاد خرق في جدار الأزمة التي طالت معها المعاناة الإنسانية وتوقفت أمامها كل الحلول منذ ما يقارب 3 أعوام.